بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بإعادة تسمية المؤسسة الخيرية الملكية لتصبح المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حفظه الله ورعاه على هذا الاهتمام الكبير من جلالته للعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة والدعم المتواصل للأيتام والأرامل وجميع الفئات المحتاجة في مملكة البحرين من أجل أن يحظى الجميع بحياة كريمة. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن الاسم الجديد يأتي ضمن رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمنح المؤسسة بعدا أشمل في عملها الخيري والإنساني ومواكبة متطلبات العصر والمفهوم الأشمل والأوسع للعمل الإنساني وتماشيا مع مبادئ ديننا الحنيف في تكريم الإنسان وتحقيق الاحترافية في عملها. وقال سموه أن هذه اللفتة الكريمة والاهتمام من جلالة الملك المفدى يضعنا أمام تحد كبير لبذل المزيد من الجهد والعطاء لنكون عند حسن ظن جلالته دائما، ومعاهدا سموه جلالة الملك المفدى باستمرار العمل وفق الرؤية الحكيمة لجلالته لتكون المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رائدة وسباقة في تقديم العون والمساعدة للجميع وفق رؤية وتطلعات جلالته، ولتكون اليد البيضاء لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والممتدة بالخير دائما للجميع داخل وخارج البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يوفق جلالة الملك المفدى وأن يسدد على طريق الخير خطى وأن يجزيه على ذلك خير جزاء. من جانبه قال الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن هذا الاسم ليس بالغريب على جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فهو ملك الإنسانية من خلال رعايته الأبوية واهتمامه الكبير بالأيتام والأرامل والمحتاجين داخل البلد وفي مختلف دول العالم.